النهاردة الحمد لله الشعب الجزائري كان في قلق كبير واطمأن قلبه الحمد لله، ومن خلفه جميع الشعوب العربية اللي بتحب الجزائر بعد إعلان ترشح بوتفليقة رسمية، بوتفليقة اللي بندعو له جميعا بالشفاء العاجز عن الكلام مع شعبه من أكتر من 5 سنوات والحركة، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض ولا الإيماء حتى. أعلن النهاردة حزبه أعلن أنه سيترى خلاص رسميا ترشيحه العهدة الجديدة. حقيقة كان في لقطات مش عارف زمايلي ما جابوهاش ليه للنهاردة شحن، لأن جات لي رسائل كتيرة مش عارف بقى ما فيش فيديوهات ولا إيه، لشحن أعداد كبيرة من الطلبة وبتاع مشهد التعريض الشهير جدا عشان يعملوا إيه زخم وكده، وقال إيه الناس مبسوطة وسعيدة ومحتفلة ومبتهجة. كان في شحن رهيب جدا مش عارف مش جايب، ما عندناش اي فيديوهات يا جماعه لهذا الشحن، يعني دي مهمه جدا، لكن للاسف الفيديوهات دي مش موجوده، او قد يكون انا بتخيل المفروض يكون في فيديوهات. لكن بعد سعادتنا الحمد لله بترشيح بوتفليقه، مش دي قصه بس في الجزائر اللي بتمر بمرحله مخاض حقيقيه، عندنا اكتر من 60 مرشح. كنت كلمتك الأسبوع اللي فات عن تصريحات وزيرة التربية والتعليم التربية الوطنية بالجزائر نورية بن غبريت، اللي طلعت بشكل مفاجئ تهاجم الصلاة في المدارس، وقالت إن المدرسة بناء على اللي حصل في المدرسة الجزائرية في باريس مكان للعلم والتعلم، البنت اللي تعاقبت فاهم، ولأنها كانت بتصلي الدور وتوقفت عن الدراسة أسبوع، وولي أمرها طلب منه إنه يكتب تعهد إنها لو عادت لكده هتترفد الفعل الشنعاء دي. وقامت وزيرة التربية والتعليم أيدت الكلام زي ما قلت لك، وقالت من المدرسة مش للصلاة دي بس للعلم وليس لسلوكيات أخرى اللي هي أصدار الصلاة، من المفروض أن تمارس في البيوت. فاكرين باريس هي في الحقيقة شيء لهم جدا أن التلاميذ لما يمشوا المؤسسة التربوية يمشوا باش يقرأوا، يمشوا باش يتعلموا، وشي اللي هام جدا خاصه الشيء اللي كان صرا في 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 المؤسسه هذيك، ان التلميذه كانوا وصاوها ولكن خرجت في لاكو، وفي هذه المدرسه راها مداوره جوار عده عمارات و دونك دو مانيير تري اوستونتاتوار، هذه هي، وما عندنا الامكانيات لما التلاميذ ويكون عندك عدد كبير ولازم يفوتوا من عدة مراحل. دونك بالنسبة للمديرة المؤسسة في مارس باريد دارت غير خدمتها فقط، وما كانش مؤسسة هنا وين التلاميذ، انت راه عندك 1000 تلميذ، دونك انت كأب لما تبعث وليدك او بنتك لماذا؟ دونك حنا نظنوا بلي هذه الممارسه تندار في الدار في المنزل، ولما يروحوا للمدرسه الدور المدرسه وهي تعليم وتعلم. بيقول لي ترشح صوره بوتفليقه وليس بوتفليقه، ده مواطن جزائري بيقول لي ترشح الصوره مش بوتفليقه. التصريح ده واللي اتكلمنا عنه في مقدمه يوم الثلاث اللي فات اثار غضب كبير في الجزائر. عملوا ايه؟ عملوا ايه عيال الجزائر اللي 100 راجل اللي افظع من اي رجالة اعلنوا التحدي لهذا التصريح؟ عملوا ايه تلاميذ الجزائر صلوا في الساحات في المدارس بشكل وكأنه تظاهرة كبرى؟ دي بعض مشاهد الصلاة للطلبة الجزائريين في المدارس الجزائرية، تحية ليهم باسم كل عربي ومسلم. الله أكبر. يا الله
صوروا غير الاستاذ خلي بيه الصف الاول حكي نوصل تحية لأولاد الجزائر وبنات الجزائر، تحية لمن ردوا بفكرة عبقرية زي خليها تصدي كده، مش انت مش عايزين نصلي؟ طب احنا هنصلي في كل الساحات في المدارس المغربية الجزائرية، سنصلي في كل الساحات في المدارس الجزائرية، اطردينا كلنا بقى. تحية لقلب هذه الأمة النابض، شبابها واللي بكرة هيكون معاهم أحسن. خلينا نروح للمغرب اللي بتعيش من فترة كبيرة توتر كبير جدا بينها وبين السعودية، حاولنا نلخصه.